المحاولة دي أيضاً في الانفليشن، بس أنا أتأكد إن الفرصة تكون يعني إيه الانفليشن ودي بحسبها؟ الماركت مختلف اكتر. انت بتبص ان انا كده انت انت بتبص لورا ليه؟ المايه اللي بتتصها التربه وتخش للنبات وجزء منها بتخش دي بالكريشن. طيب الباشمهندس بيقول الميه وبتقعد تصفي التربه. طب انا عرفت حاجتين، فاتو فيلوس ولا هايبر فيلوس مش كده؟ طيب عرفت حاجتين، انفليشن ريت والانفليشن ديبث. ايه الفرق ما بينهم؟ انا لو رسمت هنا الاف دي للانفليشن ريت فيرسس تايم هلاقي ان لو في الاول خالص الارض بتقدر تاخد ريت عالي جدا يقدر يتقال صفحه الارض خلاص. بعد كده بيفضل ماشي ماشي خلاص، بعد كده اوصل لغايه ساتوريشن اللي هو الريت. بعد كده هذه الفيديو بيحصل لي ايه؟ طب انا عامل ابلكيشن ريت كروت طبعا فانكشن في نص سوي.
احسب الفلتريشن ريت وده في اي كيس. فانا كل القصه ان انا عاوز اجيب المعادله بس. فالكونسنت بتاع المعادله بجيبها من الدبل رينج والفلتر. المعادله دي رياضيه بس دي الكونسنت دي بتتغير حسب نوع الطرق اللي هي الميو والاف زي. معايا يعني؟ احمد. طيب النهارده هنبدا ايفاب ترانسبيريشن. ليه بحسب الايفاب ترانسبيريشن؟ ايه علاقتها بالري؟ ايه علاقتها بالهيدروليك؟ ايه علاقتها بالووتر بادجت؟ حد يحب يشاركنا؟ انا حسبت منها قبل كده. باشمهندس الورق سامع زميلك؟ انا حسبت منها الانتجرال قبل كده اللي هو الاي دي نت على الايفاب ترانسبيريشن ماكسيموم. طيب يبقى الباشمهندس بيقول لي اول حاجه انا بعتبرها هي استهلاك النبات وبالتالي اقدر احسب الاريجيشن فريكونسي منها. الرساله عاوز توصلها لنا ان انا قاعد اربع شهور بدي ميه في الارض، الميه دي جزء اغلبها 95 99% منها بيطلع ايفاكو ترانسبيريشن والباقي بيفضل ابسوربشن في الحدود نفسها. طب يبقى انا لو حسبتها صح اقدر اقول ان استهلاك النبات هو دي، يبقى انا دي هي قياس غير مباشر للاستهلاك الفعلي للنبات. ده اللي قاله لنا الباشمهندس. اتفضل يا احمد. مثلا في البدايه لا هرد على السؤال ده الاول وبعدين نرجع للسؤال. ليه الايفاب ترانسبيريشن مهم؟ في ايه تاني جه في بالكم غير اللي قاله احمد؟ حد جه في باله حاجه اخرى؟ طيب مش احنا خدنا ووتر بادجت يا شباب؟ وخدتوا الهيدرولوجيك سايكل. في ووتر بادجت او هيدرولوجيك سايكل من غير ايفابوريشن كومبوننت، وبالتالي في الاوبن ووتر انا محتاج احسبها عشان اكمل الووتر بادجت بتاعتي. صح؟ في حاجه ثالثه هنقولها في المحاضره النهارده. ايوه يا احمد. لو انا خليت الاربعين بالشكل ده، الاربعين جيت. اه. انا كده هاخد وقت كتير قوي عشان ابدا فيه. بس هاخد وقت كتير. سلام في جزء من الصوره كله اللي فوق ده ما ده ريت ده مش كميه ميه انا محددها بالفيلد كاباسيتي والويتنج بوينت، انما ده ريت معناها ان هي اديها لك بالبلدي كده. لو فتحت الحنفيه على الاخر خالص والدلاعه بتاع الحوض نص نص ايه اللي هيحصل؟ خدها هيكمل ميه ده رنص وابتدي فيه. صح؟ طب لو انا بدي بريد قليل ايه ده؟ مش هيتملي ميه هبتدي ينزل هيبقى ازيد. الانفلتريشن ريت ده هو تصرف البلاعه بتاعتك ده. خلاص؟ ملوش علاقه بنوع التربه بقى الفيلد كاباسيتي والويلتنج بوينت بتاعها اللي هيحدد لك كميه الميه اللي ممكن املاها. طب هو مش ليها وصلت؟ الدبس بتاعها ايه ده؟ ليها علاقه بالدبس بتاعها. الدبس بتاع التربه اللي ليه علاقه بجدر النبات يقدر ينزل قد ايه ويشفط من قد ايه، فالدبس الفلوت زون بيحدده النبات والفيزز بتاع الجروث. يعني والنبته لسه صغيره قوي الروت زون بيبقى صغير. لما النبته تكبر شويه الروت زون بيكبر شويه. معايا؟ وصلت ولا لا؟ ايوه يا احمد. مش مساحتك في المحاله ده الدبس اصلا؟ اه. انا لو الدبس ده ممكن ينزل دي الكوركليشن كله لو الارض ما بتستوعبش وما استفدتش منه. ده بيديني انفلتريتد مش ستور. الانفلتريتد ده جزء منه ستور وجزء منه دي الكوركليشن. وصلت؟ لسه مبهر. تمام. طيب نرجع لايه يا باشمهندس؟ اه صح يا مهندس. انت لو عندك اي ممكن نجاوب على السؤال ده عشان موضوع انتوا بتلخبطوا بين الريت والدهب. انا عندي زمزميه 1 لتر لو فتحت سمسوب ميه هتملاها في 10 دقائق، لو فتحت جامد على الاخر هتملاها في 3 دقائق. ده الريت. معايا؟ وصلت؟ علي مالك؟ باشمهندس اللي جنب علي اسمك ايه؟ احمد. واصله؟ ازاي هنعملها ليه كده؟
انا بنقول ده الشابتر ده اسمه ايفاكو ترانسبيريشن، يبقى معنى كده ان هو ايه؟ حاجتين ايفابوريشن وترانسبيريشن. ايه الفرق بين الاثنين؟ ايفابوريشن ده التبخر بتاع الماء عادي. ايفابوريشن ده فيزيكال بروسيس ذات انفولفز كونفرجن ليكويد لفيبر. ممكن ده يبقى من ايه؟ قشط ميه من ليك من بير سويل من حته فيها نبات. الترانسبيريشن دي عمليه الميه بتاخد من بذور النبات تطلع على الورق تبتدي تطلع لي ماده. لان عادة فصلهم صعب جدا ماتيماتيكي رياضيا فصلهم صعب جدا محتاج قياسات فيري سبيسيفيك للنبات، فانا بحسب الايفاب ترانسبيريشن على بعض. اغلب المودلز اللي بتحسب لي واللي حضراتكم بتشتغل عليها بتحسب لي التوتال ايفاب ترانسبيريشن، ما بتعرفش تفصل ما بين ايفابوريشن وترانسبيريشن. وصلت؟ لما كده يا دكتور انا فاكر الايفاب ترانسبيريشن بيعبر عن الميه اللي بتبقى بيها النبات بالظبط. يمكن الايفابوريشن ده انت الارض كلها زرع، فهي بتعبر عن الميه اللي استفاد منها النبات، جزء منه بيتبخر وجزء منه بيطلع منها. تمام يا شباب؟ فالايفاب ترانسبيريشن از كومبينيشن اوف ذا تو بروسيسز، الايفابوريشن خلاص زائد الترانسبيريشن اللي طالع من عن طريق الفوتوكانسيسز اللي هنتكلم عنها. طيب لما اجي اتكلم ايفابو ترانسبيريشن هتلاقي الليتريتشر عندك وحساباتنا بتتكلم على ثلاث حاجات: بوتنشال ايفابو ترانسبيريشن، اكشوال ايفابو ترانسبيريشن، ريفرنس ايفابو ترانسبيريشن. افتكروا ايه الفرق؟ البوتنشال ايفابو ترانسبيريشن هي الماكسيمم ايفابو ترانسبيريشن اللي ممكن تحصل في انفيرمنتال كونديشنز معينه، يعني درجه الحراره دي، الهواء ده، الفيبر بريشر ده، البرسنتج هيوميديتي دي، الماكسيمم ايفابو ترانسبيريشن اللي ممكن تحصل في الظروف دي هي رقم، الرقم ده البوتنشال ايفابو ترانسبيريشن. طب اسالكم سؤال، مهندس اسمك ايه؟ علي. علي. مهندس علي، طب لو انا النبات ما اديتوش ميه هيقدر يديني نفس الكمية دي؟ لا. ها؟ لا. ما ينفعش. الواحد يحط الشديد ضيع فيه. وبالتالي ده الاكشوال ايفابو ترانسبيريشن. ده بقى الايفابو ترانسبيريشن الفعلي في نفس الانفيرمنتال كونديشن بس سبجكت ووتر ليميتيشن اللي النبات عندها. وصل الفرق؟ وصل الفرق؟ اه ولا لا؟ مين اللي بيقول اه؟ مين اللي بيقول لا؟ دكتور هو ايه علاقته بالنبات؟ ايه ده؟ يعني انا عاوز احسبه ليه؟ عشان اعرف استهلاك الميه النبات. صح؟ يبقى في علاقه مباشره بينه وبين النبات. معايا ولا لا؟ بما ان بيؤثر لي على البقر انفيرمنتال كونديشنز معينه، حراره، ريلاتيف هيوميديتي، ويند سبيد، ويند دايركشن، وهكذا زي ما هنتكلم، خلاص؟ طيب يبقى ليه علاقه بالنبات ولا لا؟ لا انا قصدي حضرتك قلت لو ما تجيبوش الميه هيبقى هو ده الاكشن. ما قلتش ان هو ده الاكشن، قلت الاكشن هيبقى اقل كتير منه. لو الميه موجوده بكثره هيبخر لي النبات زي البوتنشال. فاهمني ولا لا؟ خلاص؟ طب لو النبات بقى عطشه بالكيفي او بالغير كيفي ايه اللي هيحصل؟ هيدي اكشن يبقى ترانسبيريشن. معايا؟ ايوه ايه؟ الريفرنس ايفابو ترانسبيريشن الريفرنس ايفابو ترانسبيريشن بقى ثالث حاجه دي هي دي بتساوي الماجنتيود بتاعها قد البوتنشال ايفابو ترانسبيريشن، بس هي محسوبه لنبات مليان دايما بالميه ومنتشر في الغيط زي ايه؟ زي الجراس او الالفا الفا زي البرسيم. الناس اصطلحت ان افد الالفا الفا او البرسيم ده هو الريفرنس بتاعي. لو حسبت الايفابو ترانسبيريشن بتاع البرسيم وهو عنده ميه كتير هلاقيه بيديني الماكسيمم ايفابو ترانسبيريشن بوسيبل اللي هي البوتنشال ايفابو ترانسبيريشن. طب ايه ده؟ حلو انا هنا في غيط خلاص وعندي اوبن ووتر في الانفيرمنتال كونديشنز دي
البحر اللي طالع ده الكينون. خلاص ماكسيمم ايفابو ترانسبيريشن او بوتنشال ايفابو ترانسبيريشن عن الانفيرمنتال كونديشنز دي. طب لو جينا انا في نفس الغيط ده زرعت الفا الفا او جراس ومليانين ميه الاكتوال ايفابو ترانسبيريشن بتاعهم هيبقى اي كينون برضه هسميه ريفرنس ايفابو ترانسبيريشن. خلاص طب جيت زرعت طماطم بقى هتبقى اقل حسب الميه اللي فيها هتطلع لي الاي تي اكشوال. الاي تي اكشوال دي بحسبها ازاي؟ صعبه شويه قياساتها فانا عاده بحسب البوتنشال ايفابو ترانسبيريشن او الريفرنس واضربها بفاكتور تديني الاي تي اكشوال. وهالفاكتور دي بقى هناخدها بعد حضرتين كده حسب نوع النبات وحسب فيه ميه قد ايه وحسب الجروث فيز بتاع النبات ده. معايا يا شباب؟ الميه ولا الاعشاب الموجوده دي؟ دي اللي بيجيها لبعضها. اه. الجراس ولا الاعشاب؟ هنا دي بقى توميتو مثلا. مختلف. كده اقل بقى. ايوه. حد كان عامل سؤال. لا احنا عملنا نقيس نباتات معينه لقينا الجراس والالفا الفا يقول لك لان ورقهم كتير جدا ولان على طول اسلوب زراعتهم بيبقى فيه ميه بيطلعوا لي الماكسيمم باسل ايفابو ترانسبيريشن فالريفرنس وسبعة كده سميناهم ريفرنس ايفابو ترانسبيريشن والماجنتيود بتاعهم قد البوتنشال. انما اي نبته ثانيه فلفل انار كوبا اللي انت عاوز تزرعه عنده ميه كتير بيديني ايفابو ترانسبيريشن عادة اقل من ماكسيموم، عنده ميه قليله بيديني اقل كمان. معايا؟ دكتور ايه ده؟ اول اسمع دي؟ دي فاهم عباره عن ميه بس. الاثنين يساووا 10. عندي الفا الفا بس والجراس. اه. يساووا 10. معايا؟ لا. فلو جينا نتخيل كده هلاقي اللي على الشمال دي اكتوال ولا اللي على الشمال دي اكتوال ولا بوتنشال؟ ليه اكتوال؟ لان هي ما عندهاش ميه في الاخر حسب كميه الميه اللي بتديلها تبتدي تطلع. اللي على اليمين اللي في البرازيل في الرين فورست على طول غرقانه في الميه فهي از شورت الموتر ولا على طول عندها ميه؟ وبالتالي لو الانفيرمنتال كونديشن تسمح بالبوتنشال البوتنشال عند الانفيرمنتال كونديشن دي هي اللي هتوفر بيه. يبقى الليمتنج فاكتور هنا مش الروت الافيلابيلتي لا الانفيرمنتال كونديشن. وصلت؟ ايه ده؟ ايه؟ بوتنشال ثابته الانفيرمنتال كونديشنز بتاعتك. اسئله يا شباب؟ دكتور ايوه هو الالفا الفا ده لما بحط ميه يعني بخليه ميه الاكتوال بتاعه هو البوتنشال اللي انا خليته ريفرنس ميه؟ ايه يا شباب؟ عشان ازاي بالنسبه للانفيرمنتال كونديشن يعني درجه الحراره دي والويند سبيد ده والريلاتيف هيوميديتي دي والهيت انرجي ده خلاص الماكسيمم ضغط رقم يعني مش على حسب الرقم لا يعني دي بتبقى متناسبه بمنطقه معينه يعني؟ اه منطقة بتفرق من منطقة لمنطقة. كل منطقة ليها ايه؟ منطقة واحدة. حسب بقى كل يوم في السنة كمان الدلتا. معايا؟ معايا؟ فده الماكسيموم بتاعي اللي ممكن يحصل. ايوه. فيها مرجعية لا بحر ملوش علاقة بالمطر. انما الناس مش في مصر بتوع اه والبحر ليه علاقة هنشوف البحر ليه علاقة بيها. بعد 3 4 سلايد لو ما جالكش الحل خلاص طيب نراجع سوا كده ايه الفورمز بتاع حساب الايفابو ترانسبيريشن احنا قلنا كيف فاكتورز حد يفكرنا بيهم وانا هقول لكم الثالث دلوقتي حد غير سي مش احمد انا عارف طب هو عاوز الباشمهندس هو خالص الاسم
اول حاجه الموتور باكت. باشمهندس احمد قال لنا اول حاجه السميز والكومبوننت في الهيدروجيك سايكل او في الموتور باكت. تاني حاجه ليها علاقه باحتياج النبات. تاني حاجه انها حسابها از اسرجت او 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 ميجر اوف الووتر كونسومشن بتاع النبات. خلاص؟ تالت حاجه ان هي بتستخدم في حساب الاريديتي اندكس. ايه الاريديتي اندكس؟ حسب الريشيو بين البريسبتيشن او المطر على اللي فاهمه الترانسبيريشن يديني الاريديتي اندكس. فلو المطر قليل قوي والبخر عالي انا في حته ارد ولا مش ارد؟ ارد يعني ايه؟ صح ما جاء في اللغه العربيه ايه على واحده هي دي فنعرف درجه الاريديتي كل ما البريسيبيتيشن بالنسبه للبوتنشال يبقى ترانسبيريشن قلت كل ما درجه الاريديتي زادت فكون اصغر من 0.03 تقريبا ما فيش مطر خالص خلاص هايبر ارد من 0.03 ل 0.2 ارد في حتت في مصر ارد من 0.2 سيمي ارد في حتت في مصر سيمي ارد من 0.5 دراي سبليمنت اكبر من 0.65 فدي الثلاث حاجات اللي انا ببقى مهتم بيها. طيب ماشي يا شباب لغايه كده في مشكله؟ هبتدي نفكر بعض البارامترز اللي انا محتاج اعرفها عشان اعمل التارجت بتاعنا في المحاضرتين الجايين دول ان انا اعمل ايه؟ اعمل استيميشن للاكشوال ايفابو ترانسبيريشن لان الاكشوال ايفابو ترانسبيريشن دي هي استهلاك النبات في الميه وبستخدم ده بعد كده عشان اعمل الريجيشن سكادول. الريجيشن سكادول يعني ايه؟ انتوا كنتوا بتحسبوا رقم واحد ايه هو؟ الستورد عليتي ماكسيمم يديني الريجيشن فريكونسي انما في مربط الحياه لا مش كده انا الرقم ده بيتغير فانا عاوز اجيب فاريشن للديفاب ترانسبيريشن اقسم الستورد على الفاريشن ده يديني فاريشن في مده الراي ادي بقى سكادول للي بيروي اقول له اول 10 ايام اروي بكده ثاني 10 ايام اروي بالاسلوب ده ثالث 10 ايام اروي بالاسلوب ده وهلم برده. فهمنا بعض؟ فهمنا بعض ولا لا؟ المسج وصلت؟ ها؟ انت بتبقى عارف بس بتحب تاكل المعلومه معاك. اللي جنبك اسمه ايه؟ انا عارف. احمد فهمت حاجه؟ طب ممكن تشرح احمد بصوت عالي عشان نسمعك؟ نسمع زميلنا بعد يشربوا. لا انا هسالك سؤال وانت جاوبني خلاص تعالى نعمل ديالوج كده شيت اثنين عندك خلاص مش فاكر اثنين ولا ثلاثه غالبا اثنين ها انا كنت بطلب منك تحسب لي الريجيشن فريكونسي او الريجيشن انترفال عارف كنت بتحسبه ازاي؟ لا انا عاوز صوتك يعني خليني اتهز كده اشعر هو كان بيبقى رقم واحد بس لا هو الحقيقه ان هو بيتغير بتحسبه ازاي يا ابني؟ انا ما قلتلكش رقم واحد ولا اثنين بتحسبه ازاي؟ يعني مش عاوز ريت انا بسالك دلوقتي على الريجيشن انترفال او الريجيشن فريكونسي. وانت باخد الاي دي نت على الماكسيمم ايفابو ترانسبيريشن معنى الكلام ده ايه؟ ان انا على طول بعيد الريه على اقصى استهلاك للنبات، طب هل النبات بيحصل له اقصى استهلاك ده على طول؟ لا يبقى انا عمال اخسر في ميه. صح؟ يعني حضرتك في حر يوم في السنه بتشرب 3 لتر فانا بصرف لك كل يوم 3 لتر طول السنه هل ده منطقي؟ ها؟ هل ده منطقي؟ لغايه المحاضره اللي فاتت لغايه شيت 2 ده اللي حضرتك كنت بتعمله اللي انا بحسبه دلوقتي تغير استهلاك النبات مع البروث ريت بتاع النبات بتاعي وبالتالي حضرتك هتبقى عارف كل يوم في السنه لو انت عاوز بدقه عاليه استهلاك النبات عامل ازاي تقدر حضرتك بقى تحسب لي فريكونسي متغيره حسب استهلاك النبات كده ده هينتج عنه ايه لو انا اشتغلت كده هقلل المايه اللي انا بديها زياده النبات يبقى بنفس المايه اللي انا اطلع محصول اكتر معايا شباب
الاوبجكت واضح؟ ايوه طب بس يعني بهين الانفراستراكشر بتاع الدوله باخد الميه ادوسها واعمل مصرف على حسابي واعمل ترومب على حسابي عشان استخدمها تاني معايا؟ يعني حضرتك في البيت فتح الحوض على الاخر وتقول والله ما انا ايه حاطط الدشت تحت الحوض خلاص الميه الزياده دي بستخدمها بقى مع ان الدشت ده شويه بينزل فيه قطه وشويه مش عارف بينزل فيه ايه وشويه ده ها بستخدمها في المسح ينفع فيها وكلام من ده بس هل ده ابروتش كويس يعني؟ ماشي يا شباب طيب هبتدي اخد الفاكتورز اللي بتاثر عن ايفابو ترانسبيريشن واحاول افهمها عشان احاول بعد كده اعمل نيوميريكال مودلز النيوميريكال مودلز دي تستنتج لي ايفابو ترانسبيريشن اللي بقى اقدر اعمل ايديكيشن سكادول وصلنا الهدف اسامه ولا مين؟ اسلام معايا؟ طيب فكرني يا اسامه اللي كنت جالي في الفلويد ميكانكس؟ طيب حد فاكر ان الفلويد ميكانكس ايه هو الفيبر بريشر؟ الفيبر بريشر حد يفكرنا بيه يا شباب؟ اللي عاوز ينفع يتفضل باشمهندس قول بس كده عشان الشباب يعرفوه هل الرقم ده كونستنت ولا فاريبل؟
واستخدمتها في بخر العرق ده، فبالتالي هو جسمه ايه اللي حصل له؟
برد. برد ولا ما بردش؟ جزء من الطاقة الحرارية اللي كانت مسخناه استخدم في تبخير المياه لتر هيت. فاكرين لتر هيت بتاع إعدادي؟ خلاص؟ فأنا استخدمت لتر هيت بتاع جسم محمود، استخدمت الإنرجي بتاع جسم محمود كلتر هيت وخرت لي السوايت باك، وبالتالي ده بنسميه الإيفابوريتيف فلويد. ده بنيجي الصور الزراعية نعمل كده بالظبط دلوقتي. لكن أنا ما قدرتش أعمل ده في اسكندرية ليه؟ لأن الجو واصل لماكسيمم ريلاتيف ساتوريشن بريشر. واصل للريلاتيف هيوميديتي 100%، وبالتالي مهما محمود عمل حراره ما في لازم يبقى فيه مساحه في الجو تاخد المايه دي، مفيش، فبالتالي هيفضل المايه ملزقه فيه، فبالتالي هو مش قادر يحب، مش عارف يتنفس. وصل الفرق ده؟ اه. فبالتالي الكونكلوجن اللي احنا وصلنا لها ايه؟ وهنشوف نعملها، لازم الريلاتيف هيوميديتي تبقى قليله نسبيا عشان اعرف اعمل ايفابو ترانسبيريشن. لو الريلاتيف هيوميديتي في الهواء اللي بيستقبل البخر ده عاليه مش هقدر اعمل ايفابو ترانسبيريشن. مش دي المشاهده بتاعتنا ولا لا؟ حد يقدر يعيد لي المشاهده دي؟ عشان بالنسبه لنا اللي ما فهموهاش. قول لنا انت ابراهيم. ها؟ فاهمة؟ ما كلكم عاملين هو في حالة ان انا عندي ريلاتيف هيوميديتي وصلة ل 100% فانا كل الوايبات او المايه متواجده في كل حته في الجو، فبالتالي في تشبع للهواء نفسه ببخار مايه، فانا لما باجي اعرق بالنسبه لي المايه اللي موجوده على جلدي او العرق اللي موجود على جلدي مهما وصل لدرجه حراره مش مفيش مكان في الجو يتسع، انما لما اروح في جو الريلاتيف هيوميديتي اقل في مساحات تقدر البخار بسبب العرق اللي بيتبخر يروح للهواء نفسه، فالفراغات دي بتسمح ان البخار اللي بيحصل نتيجه العرق ودرجه حرارته يستوعبه الهواء نتيجه ان في فراغ اصلا في الهواء يقدر يستوعبه. بس جينيس. شباب لو انا عندي السطح دوت، شباب بعد اذنكم، لو انا عندي السطح ده اللي بتبخر منه وليكن زراعه وليكن اي شيء وخلاص، هنا يا شباب بعدين هنا انا عندي الفيبر بريشر عامل هنا ازاي؟ اتساتوريشن، لان انا عندي هنا الميه كتير قوي خلاص اتساتوريشن. طب في الهواء حسب الريلاتيف هيوميديتي، لو الريلاتيف هيوميديتي واطيه هيبقى هنا عندي في الهواء الاكتوال فيبر بريشر اقل كتير من الساتوريشن، ده عمل لي جريدينت يخلي المايه تبخر. طب لو هنا في الهواء ساتوريشن النبات هيبتدي يتكلم، الا نوعيه معينه من النباتات زي نبات الامازون اللي بتقدر تتفاعل مع هذا الجو. معايا يا شباب؟ وصل الموضوع ده؟ وصل ولا لا؟ طيب صح؟ طيب هل الكونديشن دي يا جماعه بتتغير درجه الحراره ولا ثابته؟ يعني لو درجه الحراره زادت ونفس كميه الميه في الهواء تفتكروا الريلاتيف هيوميديتي تقل ولا تزيد ولا تفضل هي هي؟ لو درجة الحرارة زادت الساتوريشن فيبر بريشر أو كمية المية اللي ممكن الجو يستوعبها هتزيد، وبالتالي لو نفس كمية المية عندي بخرت يبقى الريلاتيف هيوميديتي هتقل عن 100%، صح؟ طب نيجي ندرس كده. فلقينا ان الساتوريشن فيبر بريشر هتساوي 611 اكسبوننشال 17.27 في التمبرتشر بالسلسيوس على 237.3 بلس تمبرتشر بالسلسيوس في عدد الباسكال. خلاص؟ معنى الكلام ده ايه؟ ان الساتوريشن فيبر بريشر كل ما درجه الحراره زادت كل ما ايه؟ كل ما الساتوريشن فيبر بريشر زاد.
طب والريلاتيف هيوميديتي عندي بتساوي ايه؟ الاكشوال فيبر بريشر على الساتوريشن فيبر بريشر. طيب يبقى انا هنا في الجو ده ادي شويه الجو اللي انا بسيبهم في ايدي دول، شويه الجو دول الساتوريشن فيبر بريشر بتاعهم عند درجه حراره الغرفه الحاليه 1000 وليكن 1000 واحد وات ايفر ات از. خلاص انا نتيجه تواجد المايه اللي عندي 200 وحده بس اللي بوفره وبديني ترند في المايه، يبقى الريلاتيف هيوميديتي هنا كام؟ 20% 200 على 1000. طيب درجه الحراره عندي قلت 5 درجات فبقى ساتوريشن فيبر بريشر كده بقت 800 بناء على المعادله دي، يبقى الريلاتيف هيوميديتي بتاعتي اتغيرت بقت ازاي؟ 20 200 على 800 اللي هي كام؟ 25%. خلاص؟ فدرجة الحرارة قلت تاني بقت 600 الساتوريشن، يبقى الريلاتيف هيوميديتي بتاعتي بقت كام؟ 33%. طب انا بخرت شوية زيادة بحيث ان البخار بقى 400 بقى الساتوريشن بكام؟ بقى الريلاتيف هيوميديتي كام؟ 66%. طب انا بخرت 800 ينفع؟ 600 لو عرفت بأي لو عرفت ان انا بخر 800 لاي سبب من الاسباب 600 اللي هيفضلوا وال 200 هينزلوا لي مطر. وصلت؟ وصلت ولا لا؟ عيدها تاني؟ اه عيدها تاني؟ حد يعرف يشرحها احسن مني؟ حد يعرف يشرحها احسن مني؟ ليه؟ عيدها تاني دي هتغير لنا التول فري اكزامبلز دولت فخصناهم هنا. تخيلوا يا شباب انا مسكت هواء كونفايند كده، الهواء ده 1000 واحد خلاص ماسكه في ايدي اهو، الساتوريشن عند 35 درجه مئويه، الساتوريشن بيبر بريشر عند 35 درجه مئويه لما حسبتها بالمعادله دي طلعت 1000 خلاص. يبقى انا هنا عندي الاي ساتوريشن 1000، طب انا عندي ميه كتير قوي بخرت وصلتني لل 1000، يبقى الساتوريشن بكام؟ يبقى الريلاتيف هيوميديتي بكام؟ 100% معايا؟ طيب درجة الحرارة قلت بقت 30 فبقى الساتوريشن عندي عند 900، يبقى أنا كده إيه اللي هيحصل؟ لازم 100 أنزلهم مطر، فده اللي بيحصل في الجو فعلا كوندنسيشن وبينزل مطر أفضل ساتوريشن. طب درجة الحرارة زادت بقت 40 بحيث إن هي 1200، يبقى الريلاتيف هيوميديتي عندي كام؟ 1000 على 1200. طب انا بخرت شويه زياده هينزل مطر في نفس الوقت، لو اقل من الساتوريشن هيزود لي الريلاتيف هيوميديتي، لو ازيد من الساتوريشن هينزل لي مطر. زود الكباستي بتاع الجو، ايه ده؟ الكباستي بتاع الجو بتتحدد بدرجه الحراره. وصلت؟ ايوه يا باشمهندس. ورا تاني محمود ولا مين؟ سلطان معايا؟ فلو جينا بصينا هنلاقي الكيرف كده، وليكن حضرتك انا عندي عند 25 درجه مئويه الساتوريشن بتاعي كان 3000 باسكال خلاص؟ لو انا شباب معايا لو الريلاتيف هيوميديتي بتاعتي 60% يبقى الاكتوال فيبر بريشر بكام؟ ات 25 دجري سي لقيت الاي اس ب 3000 باسكال معايا يا شباب؟ والريلاتيف هيوميديتي انا قستها لقيتها 60% يبقى الاي اس بكام؟ ألف وتمنمية باسكال خلاص؟ فيها مشكلة دي؟ طيب درجة الحرارة عندي درجة الحرارة عندي اتغيرت بحيث بقت 20 درجة مئوية، حاجة عند 20 درجة مئوية شايفين حاجة؟ مش 20 حاجة عند 20 درجة مئوية أخبط هنا وأروح أقرأ هيطلع 2200 باسكال يبقى 1020 اس هتساوي 2200 باسكال ذير فور
ريلاتيف هيوميديتي ميو هيطلع بكام؟ 1300 على 2200 وتطلع بكام؟ خلي احسبها لي بسرعة 18 على 22 ولا يا ابني 18 على 22 بتاخد اسبوع عشان تحسبها؟ ها؟ 81 يبقى ريلاتيف هيوميديتي ارتفعت 21% لمجرد ان درجه الحراره قلت 5 درجات بدانا نحس بفرق بعلاقه الريلاتيف هيوميديتي بالتمبرتشر. هنشوف ده بيفيدنا ازاي في الايفابوريشن دلوقتي بس واحنا عارفين هنوصل لايه بمثال السواتنج العرق بتاع اخونا احمد رحمه ربنا. قدرنا نوصل للقصه دي نحاول نربطها شويه. يبقى اول فاكتور يأثر لي على ايفابو ترانسبيريشن ايه؟ ما جبتش سيرة خالص. ان يبقى عندي فيبر بريشر جريدينت. يعني لازم يبقى الريلاتيف هيوميديتي اقل من 100%. لو الريلاتيف هيوميديتي كانت 100% مش هيحصل عندي ايفابو ترانسبيريشن. ده اول حاجه انا اتعلمتها النهارده. وصلت يا شباب؟ دكتور قول يا شباب قول يا باشمهندس قول يا احمد قال لي يا ابني صوت خلاص والله قول لي ايه المشكله؟ اقسم بالله عليك فهمتها؟ وبالتالي there are two ways for air to become saturated. يا اما عالي يا اما اقل درجه الحراره فيبقى محتوى الرطوبه اللي في الجو خلاص قد الساتوريشن يا اما اعمل ايه؟ يا اما ابخر زياده. صح؟ يبقى انا ممكن اعملها بوث ويز. هنا انا لو قللت درجه الحراره لكام اوصل لساتوريشن؟ لو عاوز اوصل لساتوريشن هنا اعمل ايه؟ اشوف ال 1600 دي. اشوف ال 1600 اللي عندي دي. عند درجه حراره كام؟ تطلع 12 درجه. يبقى انا لو درجه الحراره عندي بالليل وصلت 12 درجة هوصل للساتوريشن. فعشان كده دايما غالبا بتلاقي الريلاتيف هيوميديتي بتلاقي اعلى من الصبح. معايا يا شباب؟ وصلت؟ اي يا مش قادر اسمعها. مش كونستنت، اتس ا فانكشن اوف ذا تمبرتشر. اتس كونستنت فور ذا تمبرتشر. كونستنت فور كونستنت تمبرتشر يعني. ايوه احمد. حسب الدرس يعني عادة ماشي يا شباب. طيب هنخش على الايفابوريشن فيزيكس وبالتالي عاوز اعرف العوامل اللي بتاثر على الايفابو ترانسبيريشن عشان في الاخر التارجت بتاعي ايه؟ او الموديل او ماثيماتيكال فورمولا تكسب لي الايفابو ترانسبيريشن اللي هي هتبقى بتساوي كونسامبتيف يوز او استهلاك النبات اللي هي اخدها واحسب منها سكادول للري. وصلت؟ طيب اقدر اعمل معادله واي يساوي 2 اكس زائد 3 اكس 2 زائد 4 اكس 4 سكوير زائد مش عارف ايه من غير ما اعرف ايه الفاكتورز الاكسات دي اللي بتاثر في الواي او الايفابو ترانسبيريشن ولا لازم اعرف ايه الدرايفنج فورسز ايه الحاجات اللي بتاثر في الايفابو ترانسبيريشن عشان اقدر اعمل موديل ايه هو؟ انا عرفت فاكتور واحد دلوقتي ايه هو؟ الفيبر بريشر جريدنت او الفيبر بريشر ديفيزيت. طب في ايه تاني؟ هل البخر اخطر بالليل ولا الصبح؟ الصبح. ها؟ محتاجه تفكير؟ الصبح عشان يكون الفيبر ايه ده؟ الرطوبه اللي زادت ايه هي مشكله في الرطوبه الصبح وبالليل ولا الرطوبه اللي بالحراره. اهم عامل عندي من عوامل الانرجي افيلبل فور فيس تشينج. حضراتكم خدتوا الهيت اند هيت اوفابورايزيشن بتاع الميه كانت بكام؟ حد فاكر من اعدادي؟ اعدادي كان عندك سنسبل هيت وليت اند هيت. سنسبل هيت ام سي دلتا تي الطاقه الحراريه اللي انا محتاجها عشان ارفع درجه حراره 1 كيلو جرام من المياه ودرجه حراره كذا ودرجه حراره كذا. صح؟ الليت اند هيت بقى الواحد كيلو ده محتاج انرجي قد ايه عشان يتحول من ليكويد لفيبر في نفس درجه الحراره. طب انا بالنسبه لي الايفابوريشن دي محتاجه ليكويد هيت ولا سنسبل هيت؟ ليكويد هيت صح؟
latency صح؟ فالليتنسي ده محتاج انرجي، الانرجي دي جايه منين؟ من الشمس. فانا محتاج احسب الانرجي اللي السولار انرجي اللي جايه لي، ودي بتختلف من ساعه لساعه ومن يوم ليوم ومن منطقه لمنطقه خلاص، ودي دايركتلي بروبورشنال مع كميه المايه اللي ممكن تتبخر او مع البوتنشال يبقى ترانسبيريشن. حتى عنده اختلاف مع ده ولا ده تمام؟ ده اول عامل. تاني عامل الوتر افيلابيلتي، ما عنديش ميه ابخر فاقد الشيء ده ما فيش، لازم يبقى من الاصل عندي ميه. معايا يا شباب؟ طيب العامل الثالث اللي قلناه الهيبر فريشر جريدنج، يبقى لي عامل رابع بس مش مهم. انا عندي كده ثلاث عوامل في الكون، اسمك ايه؟ اخونا من اليمن، صنعاء ولا منين؟ إيه؟ صالح. ها؟ صالح. منين يا صالح؟ صنعاء. صنعاء؟ ربنا يفك الاسوء صنعاء. طيب صنعاء البخر بيحدد على الكريم ايه؟ الانرجي حراره الشمس خلاص؟ الووتر افيلابيلتي، ان مفيش ووتر افيلابيلتي مفيش بخر. الفيكتور بريشر جريدينت زي ما شرحنا. اخر عامل الويند. حد عاوز ياخد درجه ارسيف يقول لي الويند ليه مهم في البحر؟ انا بدعي ان الويند از امبورتنت فور ايفابو ترانسبيريشن. ممكن تقول لي ليه يا باشمهندس؟ اسمك ايه؟ اسامه. اسامه. اه على درجه. ممكن عشان مثلا بتنقل يعني بتنقل درجات الحراره او كده، يعني تقدر تقلل درجه الحراره في مكان. هي الويند ليه علاقه بدرجه الحراره؟ هو ليه علاقه باحساس حضرتك بدرجه الحراره، بس هو ما بين لو حطيت ترمومتر درجه الحراره مش هتتغير. ايوه باشمهندس فارس اسمه ايه؟ احمد. انا فاهم. الله ينور عليك. إيه دي درجه عند لان درجه الحراره هو اللي تشبع. انا قلت عليك في نقل. بص شباب ثانيه واحده، دي الارض بتاعتي اهي، انا ماسكها عشان ما تقعش. شايفينها هنا ساتوريشن خلاص، وهنا دي ايه اقل من الساتوريشن، يحصل ايه؟ يحصل بحر. طب ووتر از افيلبل، عمال يحصل بحر، عمال يحصل بحر، عمال يحصل بحر. مع الوقت الشويه اللي قدامهم اللي فوقيه دول ايه اللي حصل لهم؟ بقوا ساتوريشن. طب لو الهواء ده ما اتحركش الموضوع هيكمل ولا هيوقف؟ يبقى لازم هواء يتحرك ده ويجيب لي هواء ناشف تاني معايا، بحيث ان الدروس تكمل. شفنا اللي احمد قاله لنا في ان يبقى الاربعه فاكتور، مش عاوز حد يلخصهم لي كده. مفيش بنات بتشارك خالص، عايزين بنت تلخصنا الاربعه فاكتور. ولا بنت فيها بنت؟ تقدر تحولني من الهيلمنت
تاني حاجة قال لي لازم يبقى فيه موتور كبير عشان يبقى فيه اصطرامات البحر. ايه تاني يا شوقي؟ تالت حاجة قال لي لازم يبقى عندي فيبر بريشر جريدينت عشان ما تبقاش الجلوكوز تبقى عندي في الدم يقدر يستوعب الميه ما تتبخر بيه. اخر حاجة قال لي صوري لازم يبقى عندي ويند عشان يجيب لي هواء كتير يستوعب على طول. الأربعة اللي هيقولوا لي صالح انهم تمام؟ كان هياكل موتور ستيل. طبعا ليه؟ ها؟
مهمة ليا في الراي. هنزود الساتوريشن في الراي. يعني هي انا ممكن استخدم بوت الموتر ان انا حاطط القشط هنا بسميه فان خلاص وخربانة مع صاير كده تمام بتقيس الدروب في المية نتيجة البحر. لان اعرف معدل البحر في اليوم بمنتهى السهولة. خلاص اخد ده دراب الفاتور يحوله للنبات. خلاص ده في الراي. لكن انا بقى لو انا بشتغل على حب النيل بشتغل هيدرولوجي خلاص محتاجه احنا اتكلمنا على بحيره ناصر قلنا بحيره ناصر فيها 10 مليار في السنه بحر عرفت ده منين؟ انا اسمي. لكن لو انا بعمل تصميم في الاول عاوز اقارن ما بين بدايل عاوز تول يخليني اعرف البديل ده يديني بحر قد ايه وبالتالي اعرف انا اقصر قد ايه والبديل ده يديني بحر قد ايه وبالتالي اعرف انا اقصر قد ايه معلومه جرب فده فايدته في الاوبن ووتر ايفابوريشن. معايا يا احمد؟ ماشي يا شباب. طب الدير سويد ايفابوريشن الدير سويد بيحصل فيه ايه؟ يعني ايه دير سويد؟ يعني التربه يعني ما فيهاش نبات. لو الدير سويد دي مغموره بالميه الميه هتتبخر من على السطح. طب لو في ميه لو الميه في صوره مويشر كونتيننت لازم يبقى الكابيلر سكشن يقدر يطلع لي الميه على السطح عشان تتبخر. وبالتالي الدير سويد بخل اصعب ولا اسهل من ممكن ممكن اصعب صح؟ معايا شباب اصعب اكيد. طب الترانسبيريشن ده بتحصل ازاي؟ حد خد الفوتوسينثيسيس؟ خد الفوتوسينثيسيس؟ التمثيل الضوئي؟ ما خدش التمثيل الضوئي؟ شباب بيقرا ازاي يا شباب؟ حد يشرح لي الفوتوسينثيسيس كده؟ لازم يبقى عندي شمس والكلوروفيل او الجرين بيجمنتس خلاص بتاخد حراره بتاخد ضوء الشمس والكوكوس بتاع الشمس وتاخد كربون دايكسايد من الهواء خلاص عشان تطلع لي الاكسجين صح؟ والكلام ده لازم يبقى فيه ميه، الميه دي بتطلع من الروت زون للورق. الورق ده عندي فيه ما نسميه بالاستوماتا. سبحان الله الاستوماتا دي لو ميه كتير بتفتح على الاخر عشان النبات يبخر بسرعه وبالتالي يطلع. لو الميه قليله من عند ربنا الاستوماتا اللي في الورقه دي مش فيهاش بالعين المجربه خلاص بتقفل بحيث تطلع اقل كميه بخر من هنا وتحافظ على ميتها. بس ده طبعا ليه علاقه بالايلد بتاعه، نتيجته بتقل لو هو ستريس بالمنظر ده خلاص. فده ترانسبيريشن. ترانسبيريشن هي عمليه انتقال المياه من الروت زون خلاص لغايه الليفز بتاع النبات وعن طريق الاستوماتا للهواء. وبالتالي لو انا عاوز احسب الترانسبيريشن صح لازم يبقى عندي اجهزه راكبه على الورقه بتحسب الاستوماتا فوق فدي عمليه مكلفه جدا ما بتتعملش غير على اضيق الحدود. وبالتالي انا لو انا عاوز بعمل تصميم او سكادولينج انا بعمل حسابي على البوتنشال يبقى في الترانسبيريشن واقلله شويه بالفاكتورز ديت وتبقى المايه موجوده اللي استخدمه منه استخدمه واللي ما استخدمهوش هيقضيني اكتر شويه بس ببقى قريب من الطبيعه. معايا يا شباب؟ طيب من اول المحاضره الجايه هبتدي اعمل هناخد مودلز ماتيماتيكال نيوميريكال مودلز تخليني احسب البوتنشال بتاع الترانسبيريشن خلاص. المودلز دي يا اما يا علي ما تلبش هدومك خلاص. المودلز دي اولا عاوزين نتفق انها بتحسب البوتنشال بتاع الترانسبيريشن مش الاكل. طب المودلز دي بقى ناخد اول اثنين ماتريكس فيها بتحسب عن طريق الموتر باتش يا اما فان يا اما موتر باتش. فان اهو زي ما اتكلمنا هنا ان انا احط نفس الفيلد بتاعي عباره عن جسم تشرب ميه تجيب شويه بمواصفات معينه واقيس الميه بتتغير ازاي في وجوده ده يعبرني على نقص الميه نتيجه الفابوريشن دي. يا اما اعمل ووتر بادجت. اعمل ازاي ووتر بادجت؟ انا هنا عندي زائد الميه اللي نازله هيسكت الميه اللي بتنتج
حطيت لها حاجه بتتقاس خلاص فرق الوش كومبليت زي اللي نزل تحت الكونسول خلاص. وبالتالي هيبقى عندي كومبوننت واحد ناقص اللي هو الايفاب ترانسبيريشن. اعمل روتر اوبجكت الايفاب ترانسبيريشن تساوي الفورمولا للموتر ترانسبيريشن ناقص الانتربريشن تديني الايفاب ترانسبيريشن. ده اول طريقتين. بعد كده هاخدهم